السعادة بسم الله وعلى بركة الله. انطلاقة هذا الشوط، شوط الحادي عشر، شوط الحقائق القعدان، والرحلة هي الثلاثة كيلومترات التي تحتضن هذه الشعارات اللامعة والمتميزة التي تنطلق من أجل التحدي ومن أجل المنافسة في مسار وتحديات هذه الأسماء اللامعة الباحثة عن النصر والباحثة عن الناموس. نتابع البداية ونتابع المقدمة بشعار هجر الشحانية مع الحوت محمد بن خالد العطية، يقدم لنا يبرق مع البداية ومع صدارة هذا الشوط. بينما المركز الثاني نتابع حزب الشعار سعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد، الثاني محمد بن برقان بن مقارح، احد النجوم القديمين والمتميزين بهذا المساء، يتسلل مع عز الى مقدمة هذا الشوط. بينما المركز الثاني نتابع رحال بشعار سعادة الشيخ، فواز بن عبد الله بن عبد الرحمن آل عبد الرحمن الثاني، وناصر بن حمد بن مصر الشهواني في المتابعة والتضمير. نتابع المركز الرابع هنا القادم بهذه اللحظات الذيب بشعار سعادة الشيخ فيصل بن حمد بن جاسم بن فيصل الثاني وسالم بن عامر المدهوشي، يتقدم بهذه اللحظات إلى المركز الرابع. بينما المركز الخامس من تسلل إلى المركز الرابع بهذه اللحظات العنيد بشعار هجر الشحانية والشبر الجابر بن سالم بن فاران المري في المتابعة والتضمير. هذه نتيجتنا مشاهدينا مستمعينا الأفاضل للخمس المراكز الأولى المنطلقة في مسار وتحديات هذا الشوط. يعود مع البداية ومع تحديات المقدمة مع عز الذي ينطلق في صدارة هذا الشوط بشعار سعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد الثاني، شعاري فبركة وشعاري أسماء متميزة حصلت على النواميس بهذا المساء بقيادة محمد بن برقان بن مقارح، يتابع هذا الانطلاق مع عز على صدارة الشوط. ولكن نتابع العنيد بشعار هجر الشحانية بقيادة الشبل جابر بن سالم بن فاران المري قادما بتحديات ومسار هذا الشوط. بينما المركز الثاني أو المركز الثالث نتابع رحال لسعادة الشيخ فواز بن عبد الله بن عبد الرحمن الثاني وناصر بن حمد بن مصر الشهواني، ولكن القادم بعد اللحظات وصلاوتين بشعار هجر الشحانية مع المشاغب محمد بن خالد العطية الذي يتقدم بهذه اللحظات، بدأ يتسلل من موقع إلى موقع، وصل مباشرة إلى المركز الثاني وخامسا. نتابع هناك الانطلاق مع يبرك لهجر الشحانية بقيادة محمد بن خالد العطية. هذه نتيجتنا للخمس المراكز الأولى للخمس النجوم المنطلقة مع الكيلومتر الأخير والخطير بهذه المنافسة المشرفة بهذا الانطلاق الجميل. نتابع عز مع البداية بشعار سعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد الثاني، يريد أن يضيف الإنجاز تلو الإنجاز مع محمد بن برقاب بن مقارح. من يتابع هذا الاسم المتميز، من يتابع هذا الشعار الذي تألق وأبدع بهذا المساء، يقدم لنا عز مع البداية، بدأ ينفرد في مقدمة هذا الشوط. ولكن نتابع وتين بشعار هجر الشحانية مع الحوت محمد بن خالد العطية مع المركز الثاني، وثالثا يتقدم الخلاوي لهجر الشحانية بقيادة الشبل جابر بن سالم بن فاران المري. ولكن نعود مع البداية عز واللحظات الأخيرة، عز ينطلق بتحديات ومسار هذا الشوط بشعار سعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد الثاني ومحمد بن برقان بن مقارح، يريد أن يضيف الإنجاز تلو الإنجاز. ولكن الخلاوي غادم الخلاوي مع شعار هجر الشحانية شبل جابر بن سالم بن فاران المري. ولكن عز واللحظات الأخيرة والخطيرة الإنجاز تلو الإنجاز يا بن مقارح بن برقان، يتابع هذا الانطلاق، يتابع هذا الإنجاز، يتابع هذا التمييز والإبداع بالشعار الذي قدم لنا هذه الأسماء المتميزة. والسلام وتحية واحترام إلى سعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد الثاني، تهانينا وألف مبروك على فوز عز وتحقيقه للإنجاز، تهانينا لمحمد بن برقان بن مقارح على فوز عز وتحقيقه للسوبر هاتريك بهذا المساء. المركز الثاني جاء الخلاوي بشعار هجر الشحانية بقيادة جابر بن سالم بن فاران المري. المركز الثالث ثالثا وصول الشادن لسعادة الشيخ عبد الله بن علي بن احمد الثاني بقيادة عبد الهادي بن حمد بن عبد الهادي بن هلي المري. المركز الرابع
رابعا وصول وتيل لهجن الشحانية بقيادة محمد مخاد العطية المركز الخامس. خامسا وصول منصور لسعادة الشيخ علي بن عبد الرحمن بن حسن الثاني بقيادة سالم بن حمد الدعبة المري. مشاهدي الكرام ها هو ملخص شوط الماضي مع عز الذي انتزع ناموس هذا الشوط وحقق الانجاز بتوقيت زمني وقدره 4 دقائق 36 ثانية جزءا واحدا من الثانية. تهانينا والناموس لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد الثاني. تهانينا لمحمد بن برقان بن مقارع على فوز عز وتحقيق الانجاز. المركز الثاني الخلاوي بشعار هجر الشحانية بتوقيت زمني وقدره 4 دقائق 39 4 أجزاء من الثانية. تهانينا مسلج الشحانية. تهانينا للشبل جابر بسال بفران المري. المركز الثالث جاء الشادم بتوقيت زمني وغدرة 4 دقائق 41 ثانية جزئين من الثانية. تهانينا لسعادة الشيخ عبد الله بن علي بن أحمد الثاني. تهانينا لعبد الهادي بن هلي المري على فوز الشادم في المركز الثالث.